قد عندنا حماية للبطاقة البنكية العراقية؟ يعني أنا بتقديري حجم المشاكل اللي على مستوى سرقة الأموال قليلة بالبيئة العراقية، يعني تكون محدودة، لكن نطالب بتفعيلها، يعني خاصة أن هناك توجه لدعم الشمول المالي في العراق ودعم طمأنة المواطنين حملة البطاقة بأن أموالهم بالمصارف سليمة. طيب. فتأسيس شركة لضمان تعويض المتضررين في حال تضررهم، في حال تضررهم، أعتقد أنها كفيلة. نعم. بحل هذا الإشكال.